أولاً جميع الصم في الوطن العربي، قناة الجزيرة مباشر تقدم لكم نصائح طبية الموضوع فيروس كورونا. نبدأ. التمارين الرياضية. احرص على ممارسة التمارين الرياضية حوالي نصف ساعة يومياً، وذلك لتقوي الجهاز الدفاعي في الجسم ولتخفف من التوتر وتجعل الجسم أقل عرضة للإصابة بهشاشة العظام ومرض القلب وأنواع محددة من السرطان.